هو اللي بيحصل ايه؟ ايوه اللي بيحصل ان بعض الناس انا محتاج فلوس فمش لاقي حد يسلفني، وانا ما تنطبقش عليا شروط التمويل، فبروح اشتري سلعه بالقسط وبعدين احرقها. يعني ايه احرقها؟ يعني انا اشتريتها ب10,000 قسطتها بقت ب12,000، انزل ابيعها مباشره وهي زي ما هي كده متكيسه جديده ب8,000. يبقى انا كده الغرض بتاعي ان انا اخد فلوس. ده في اصله ما نقدرش نقول عليه ربا. خلاص، لان احنا عندنا اذا توسطت السلعه فلا ربا. وانا دلوقتي عملت حيله معينه عشان احصل على الاموال وكذا. بس في مشكله ان الشرع برضو نهى عن الاغراق في المديونيه. ما هو كده بيقسط فبيبتدي كده زي ما حضرتك قلت كده، فاشترى السلع عشان يحصل على المال، وبعدين مش عارف يسدد ال 12 فيوم يشتري واحده تانية باكتر من 12 عشان يعرف يسدد ال 12، وبعدين بعد كده يتعثر في السداد فيقوم يشتري واحده تانية ب20 عشان يقدر يسدد ال 14. وهكذا يظل في معركه مع الدين الذي لا ينتهي بل يتزايد ويتفاقم عليه. طب عارفه بقى ان البنك بيراعي الحته دي قوي. لو انا ما روحتش اشتريت بقى بالتقسيط من محل عادي، مش من خلال البنك، مش يعني من خلال البنك. لو من خلال البنك بيحافظ عليا، يجي يقول لي تعالى هنا، هو انت دخلك قد ايه؟ وساكن ايجار ولا تمليك؟ وعندك متجوز ولا لا؟ وزوجتك بتشتغل ولا لا لو انت متجوز؟ وعندك كم ولد طفل؟ عشان يعرف انا حياتي اقدر اديرها بقد ايه. بيعملوا حاجه اسمها اي بنك كده لازم يعمل دراسه للشخص اللي هياخد منه تمويل، وبناء عليه يحدد يقول له انت ما اقدرش اديك تمويل الا بكذا، اللي هو القسط بتاعه هيبقى مثلا 30% من دخلك، 50% من دخلك، 25% في حسب الايه؟ الدخل نفسه والدراسه اللي هو بيخرج منها حاجات. تمام؟ فهو بيدرس حالتك وما بيديكش الا على قد ما تقدر تسدده. فبينقذك من الايه؟ من الغرق في المديونيه. في الديون دي كلها. يبقى البنك كده بيحقق المصلحه ولا ما بيحققش؟ بيحقق المصلحه. ولما يجي يلاقيني ابتديت اتعثر في السداد يقول لي لا تعالى هنا، هات كده البتاع الشقه اللي احنا كنا مدينها لك، ولا العربيه نبيعها نستوفي اللي لينا وانت ارجع كما كنت. صحيح. وكان انت بالاقساط اللي دفعتها خلال السنه ولا السنتين اجرت بيها الشقه او اجرت بيها العربيه او استعملت بيها السلعه المعمره او كذا. فعاوز اقول لك ان البنك ده هو منظومه اقتصاديه يراعى فيها احوال الناس واحوال العملاء والاحوال الاقتصاديه في الدوله، يراعى فيها ما يخرجها تماما عن دائره الربا وحرمه الربا. نعم. عايزين بقى نسال، هل القروض حرام ان انا بقترض من البنك؟ القرض في الفقه هو عقد ارفاق، احسان، بر، اشفاق. البنك مش جمعيه خيريه. صحيح. عشان يرفق بالناس ويشفق بهم وكذا. البنك ده مؤسسه ماليه، استثماريه. فهو من اجل هذا ما ينفعش ان انا اقول ان انا باخد قرض من البنك. عارفه انا لما بقول باخد قرض من البنك عامل زي ما بقول انا بشرب فنجان قهوه. لان ده بيرتبط تماما ان انا كل قرض جرى نفعا فهو ربا او فهو حرام. فانا اصلا بخرج عن الدايره دي واقول له ده ما اسموش قرض، مش هو ده اللي نص عليه الفقهاء. طب اسمه ايه؟ روحنا جينا معدلين في القانون بتاعنا سنة 2003 ولائحته التنفيذية 2004، سميناه ونصينا عليه كده إنه هو علاقة التمويل. علاقة التمويل. التمويل. التمويل يعني إيه؟ يعني إحنا بصدد عقد مرابحة أو عقد قصدي معاوضة، الغرض منه إن الطرفين ينتفعوا، مش المعاوضة دي أنا لما بشتري شقة.
هو انتفع بالفلوس اللي خدها وانا انتفعت بالشقة اللي اشتريتها، هكذا في السيارة المعاوضة كده فيها نفع للطرفين. فالبنك يمارس عقود المعاوضات، فعملنا له كده عقد شامل كده جديد اسمه التمويل. تمويل يعني ايه؟ يعني انا جاي داخل البنك عشان اتمول اشتري شقة، اشتري عربية، اشتري سلعة معمرة. وانا لما البنك يدفع 1000 جنيه واخد قصادهم العربية وسدد 1200، يبقى انا بدفع 1200 قصاد العربية، مش بدفع 1200 قصاد 1000. ولذلك ايضا في القانون ايه؟ يقول لابد ان ينص في عقد التمويل على سببه. صحيح. طب مخالفة كده وما نصتش على سببه، يبقى غلط. الطرفين يتعرضوا للعقوبة، البنك والعميل. صحيح. انا بشكرك يا دكتور احمد وسام، شرفتنا ونورتنا.